السلام عليكم أعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد من داخل محافظة دمياط. الطالبة جنى محمد واحدة من الطلبة اللي شاركت في المشروع الوطني للقراءة. المشروع الوطني للقراءة واحد من المشروعات اللي بتنمي المعرفة وبتكون يعني مهتمة أكتر بمجال البحث العلمي لدى الطلاب، ويمكن تحديدا اللي أعمارهم لم تتجاوز حتى ال 12 سنه او ما يوصلوش ل 18 سنه. دمياط كانت واحده من المحافظات المحظوظه في هذا المشروع بمشاركه اكتر من طالب، ولكن قدرت الطالبه جنى اللي احنا معاها دلوقتي تحصد مركز على مستوى الجمهوريه. ايه هو المركز؟ هو يعني جنى تأهلت من محافظة دمياط للمشاركة في الحفل الختامي للمهرجان، ونعتقد ان ان شاء الله هيكون لجنى حضور هو الاقوى، لان جنى يمكن تكون من الفئة الاصغر من الفئات العمرية الصغيرة اللي هتشارك في مهرجان المشروع الوطني للقراءة. احنا مش هنطول معاكم في يعني المقدمة، وهنسيب جنى هي اللي تحكي لنا تجربتها ومرحلة ومراحل المشروع ومراحل المسابقة، مين دعمها، اكتر مؤلف قدرت تأثرت بيه او قدرت تلخص له ايه طبق شروط المسابقة دي، وازاي طفلة في عمر جنى قدرت ان هي تتجاوز كل هذه الصعاب. ازيك يا جنى؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. احكي لي يا جنى، انت من اول ما بدأت تشاركي في المسابقة ما خفتيش؟ كنت في البدايه في قلق وفي خوف برضه شويه، في ارتباك ان هي مسابقه مش سهله، وان انا عرفت ان هي مسابقه يعني صعبه شويه. بس خلينا نتكلم بالراحه. طيب واحده واحده، ما تهدي. ها، المسابقه مش سهله وبعدين؟ وان هي محتاجه جهد كبير ان احنا نبذله، فطبعا كان في ارتباك في البدايه. ارتبكتي ليه؟ خوفا لانها منافسه صعبه. طب انت لما قالوا لك انت هتقدمي في المشروع الوطني للقراءه، اول حاجه جت في بالك بقى قلت ايه؟ خلاص بقى هقدر وهقعد وهشتغل على نفسي واقرا، ولا خفتي من البدايه وما كنتش عاوزه تخش؟ لا، انا كان عندي حماس كبير جدا ان انا ادخل المسابقه دي. كنت في دماغك انك توصلي للادوار النهائيه؟ ايوه. ما شاء الله، يعني رغم انك كنت بتنافسي يعني ناس اكبر منك في السن. طب احكي لنا بقى ايه المجالات اللي انت بداتي تشاركي فيها او بداتي تقراي فيها خلال المشروع؟ بتنافسي يعني ناس اكبر منك في السن. طب احكي لنا بقى ايه المجالات اللي انت بداتي تشاركي فيها او بداتي تقراي فيها خلال المشروع؟ الصراحه انا قرات في 7 مجالات، وطبعا هو المفروض عندنا من شروط المسابقه ان انت تقرا في اكتر من مجال، فانا قرات 7 مجالات. قرات في المعارف العامه، قرات في التاريخ والجغرافيا، قرات في العلوم الاجتماعيه، قرات في العلوم البحته، قرات في التاريخ والجغرافيا، وقرات كمان في الديانات. ما شاء الله، يعني انت اللي اخترتي المجالات دي ولا كان في حد بيختار معاكي؟ لا، انا كنت بختار المجالات. يعني انت اللي كنت بتختار المجالات اللي بتقراي فيها؟ اه. طب قولي لنا بقى شروط المسابقه دي يا جنى. ان انت تقرا في اكتر من مجال، وان انت تقرا في فئتي انا 30 كتاب، لا يقل كل كتاب عن 40 صفحه، وان انت تتكلم باللغه العربيه الفصحى، وان انت يبقى عندك ثقه بنفسك وشجاعه، وما تتاثرش باي يعني ايه، لما تحس مثلا ان انت خايف، لا، ان انت ما تبينش ان انت خايف، ان انت دايما يبقى عندك شجاعه وقوه. جنى، لما بدات بقى تدخلي في التصفيات الاوليه كان على مستوى الادارات، صح كده؟ بعد كده دخلت على مستوى المحافظه، بعد كده وصلنا للجمهوريه. ايوه. واحكي لي بقى في كل مره كان ايه الحاجه الصعبه اللي بتواجهك وكنت بتبقي قلقانه منها؟ يعني مثلا على مستوى المدرسه انا كنت طبعا خايفه ان يبقى مثلا حد متفوق عني، فطبعا اجتهدت على نفسي، عملت على نفسي واجتهدت جدا، واخدت الكتب وبدات ان انا الخصها. فمن اول يوم بدات امين المكتبه تقعد معايا، عرفت ان انا ليا مستقبل كويس جدا في المشروع الوطني. وبعدين على مستوى الاداره لما فزت طبعا كان شرف كبير جدا ليا، وطبعا كان ان انا زدت ثقافه ومعلومات، فده حمسني اكتر ان انا اتقدم على مستوى المحافظه. انت عندك كام سنه؟ 11. وانت عندك 11 سنه قراتي في 7 مجالات؟ انا قرات اكتر. يمكن اكتر. ايوه.
المشروع ده أثر في فكرك إزاي؟ أثر في ثقافتك إزاي؟ ان طبعا انا ازددت ثقافه وعلم، والقراءه نمت عقلي خلتني اشوف الموضوع من زوايا مختلفه، وسعت من ادراك العقلي والذهني، نمت من اخلاقي، جعلت شخصيتي افضل فافضل فافضل. لما بتدخلي في المناقشه مين بيقعد يتناقش معاك ومين اكتر حد في لما بقى في كل مره كان ايه الحاجه الصعبه اللي بتواجهك وكنت بتبقي قلقانه منها؟ يعني مثلا على مستوى المدرسه انا كنت طبعا خايفه ان يبقى مثلا حد متفوق عني، فطبعا اجتهدت على نفسي، عملت على نفسي واجتهدت جدا، وخدت الكتب وبدات ان انا الخصها. فمن اول يوم بدات امنت المكتبه تقعد معايا عرفت ان انا ليا مستقبل كويس جدا في المشروع الوطني. وبعدين على مستوى الاداره لما فزت طبعا كان شرف كبير جدا ليا، وطبعا كان ان انا زدت ثقافه ومعلومات، فده حمسني اكتر ان انا اتقدم على مستوى المحافظه. انت عندك كام سنه؟ 11. وانت عندك 11 سنه قراتي في 7 مجالات. انا قرأت اكتر او يمكن اكتر. ايوه. المشروع ده اثر في فكرك ازاي؟ اثر في ثقافتك ازاي؟ ان طبعا انا ازددت ثقافه وعلم، والقراءه نمت عقلي خلتني اشوف الموضوع من زوايا مختلفه، وسعت من ادراك العقلي والذهني، نمت من اخلاقي، جعلت شخصيتي افضل فافضل فافضل. لما بتدخلي في المناقشه مين بيقعد يتناقش معاكي ومين اكتر حد في لجنه التحكيم كان بيتناقش معاكي وحسيت انه صعب قوي والموضوع هيبقى اجريسيف مش هيعدي معاك؟ لا هو بصراحه يعني ما حصلش كده، لان كان دايما بيبقى مبتسمين معانا، ان هم حتى لو الاجابه غلط هم مبتسمين في وشك، عايزين يحسسوك ان انت افضل واحد في المسابقه داخل، عشان يزيدوا من ثقتك بنفسك ويزيدوا من ثقافتك. طيب لما بدانا نقرا مين المؤلف اللي شدك قوي وخلاكي تتابعي سلسلة كتاباته؟ انا حبيت كتاب يعقوب الشاروني، مؤلف يعقوب الشاروني، وحبيت كتابه. قرأتي له كام كتاب ولا هو كتاب واحد؟ لا هو صراحة انا كنت اقرأ له اكتر من كتاب، بس انا قرأت كتاب واحد لان المسابقة ما كانتش موفرة لي وقت ان انا اكتر اقرأ كتب تانية صراحة. ايه المجال بقى اللي لما قرأتي فيه حسيتي ان انت لقيتي نفسك قوي وحبيتيه قوي وحبيتي تقري فيه كمان؟ انا بحب التاريخ والجغرافيا. التاريخ بقى ولا الجغرافيا؟ ايهما اقرب يعني؟ ما هو التاريخ والشخصيات يعني. بتحبي التاريخ اكتر ولا الجغرافيا اكتر؟ التاريخ. أيوه. شخصيات تاريخيه ولا معارك وحروب ولا كله اللي؟ بس انا اكتر بحب الشخصيات. ايه بقى الشخصيات التاريخيه اللي انت حبيتيها جدا لما قرأتي ده؟ العظيمه حتشبسوت. اشمعنى؟ حبيتها عشان هي اول امراه تتولى حكم البلاد ودارت شؤون البلاد بحكمه وفطنه، تربعت على العرش 20 عاما، فكانت خير قدوه لي يعني بصراحه. انا انت واضح من قراءتك والكلام اللي انت بتقوليه انك بتحبي قضايا المراه. ليه ما قراتيش فيها بقى؟ انا قارئه قبل كده، انا قارئه الملكه بلقيس طبعا. أن طورت بناء سد مأرب وجعلته صرحا عظيما، وكم كانت شخصية عظيمة يفخر بها التاريخ ويفخر بها الإسلام. لما بلغوك أن أنت حد هيشارك على مستوى الجمهورية خلاص، إيه أول حاجة عملتيها بقى بعد ما سمعت الخبر؟ قرأت الكتب من البداية تاني، وقرأت الملخصات، وقرأت كل حاجة عن الكتب، وبدأت أن أنا اتوغل اكتر في قراءتي للكتب، وان انا اقرا الكتب بثقافه وبوعي وبتعمق اكبر. يعني انت على بعد خطوات من انك تفوزي بالمسابقه. ايه من وجهه نظرك شايفاه ممكن يعطلك عن الموضوع ده؟ او انت محتاجه الفتره اللي جايه تشتغل عليه عشان لما تروحي يوم المسابقه في الختام تبقي شايفه من وجهه نظرك انك خلاص عملت اللي عليكي وكل حاجه؟ ان انا صراحه هو اقرا كتب من البدايه، لان الكتب دايما يعني مثلا المعلومات اللي انت بتاخدها من الكتب او بتتلقاها من الكتب، انت ممكن تنسى معلومه من المعلومات وهو ممكن يطالبك بالمعلومه دي، فانت لازم تقرا الكتب كويس جدا. يعني مثلا لما اجي اقرا كتب بقراها بتعمق جامد جدا، وفي اي مسابقه اول ما تصعد من اي حاجه اقرا الكتاب من اول تاني، عشان المعلومات اللي محتاجه حفظ افضل فاكراها، والمعلومات اللي محتاجه فهم افضل فهماها. انت بتميلي اكتر للحفظ ولا للفهم لما بتقرأي التاريخ؟ يعني انت بتحبي التاريخ، بتحبي الجغرافيا، كل دي مواد ادبيه مليانه في يعني مواد دسمه،
ولما بتقرأي فيها بيبقى معتمد على الحفظ أكتر، تواريخ يعني وقائع، ويعني أمور كتير جدا بتبقى مبنية على. بس انت لو مش فاهم القصة مش هتعرف تحفظ الحاجات دي. يعني انت بتميلي لأي مدرسة، الحفظ ولا الفهم؟ للفهم. حتى احنا عندنا في الامتحانات بتاعت الدراسة لما نيجي اما اجي داخله الامتحان انا مش داخله حافظه، انا داخله فهم، بحيث ان انا لو نسيت مثلا حاجه انا حافظاها ده فهمي انا اجيبها، ويمكن كمان تبقى الاجابه احسن من الموجوده في الكتاب. شايفه ان المشروع ده ما عطلكيش عن الدراسه؟ ما خفتيش لا، او مثلا في البيت عندك ما يلقوش من موضوع الدراسه ده؟ لا، كنت بساوي بين الدراسه وبين المذاكره. كان موضوع مرهق شكل. انا بحب التخطيط. ازاي بقى؟ احكي لك. بعمل جدول لنفسي كل يوم امشي عليه. هل المسابقه كانت سبب في انك يعني تهتمي بموضوع التخطيط، ولا ده اصلا موجود عندك من البدايه؟ لا انا بحب التخطيط. يعني ده موجود عندك، مش المسابقه مش هي اللي زودت الموضوع؟ بس انا استفدت التخطيط ده من خلال قراءتي لكتاب نجيب محفوظ. كان اسمه ايه الكتاب؟ كان بنفس الاسم، نجيب محفوظ. يعني إيه لما قراتي فيه بقى ايه الجزئيه اللي لما قراتي فيه بقى ايه الجزئيه اللي خلتك تستوعبي اكتر موضوع التخطيط؟ هو عجبني جدا ان هو كان بيخطط، ان هو كان عارف هو يعمل ايه بكره، هو عارف هو يعمل ايه بعد بكره، عارف هو كل حاجه يعملها يمشي عليها ازاي، وان هو ان هو يذاكر امتى، ان هو يجتهد ويعمل اي حاجه كان ماشي عليها من خلال التخطيط اللي هو عامله. فده جذبني في شخصيته جدا جدا جدا، وخلاني انا كمان شخصيه بحب التخطيط. القراءة بتغير في الذوق العام، صح كده؟ ايه اللي اتغير في الذوق العام عندك يا جماعة؟ يعني مثلا خلتني شخصية ايجابية اكتر، يعني مثلا لما بشوف حاجة سلبية انا كنت بحب اعملها، لا انا اغير الحاجة السلبية دي. يعني مثلا انا كنت بحب اقعد كتير قدام التلفزيون، فلما بدأت اقرأ بدأت ان القراءة تاخد من وقتي اصلا قدام التلفزيون، فبدأت ان انا احب القراءة اكتر من التلفزيون. وهي دي حاجة سلبية ان انت تقعد قدام التلفزيون لوقت طويل. انا كمان برضو قرات كتاب عن العيون، وهو كان بينصحنا فيه ان احنا ما نشاهدش التلفاز لوقت طويل. فطبعا القراءه بتساعدنا على حاجات كتير جدا، وبتجذبك لحوار من غير ما انت تحس، تحب القراءه اكتر. ما شاء الله. لما تكبري كده عايزه تبقي اديبه، ولا في دماغك حاجه تانية؟ انا عايزه اكون طبيبه. عايزك تقولي رساله للناس اللي في سنك، يعني انت ممكن تكوني، وانت مش ممكن، انت بالفعل بقيتي نموذج للطلبه اللي في سنك. فلما تحبي تقولي لهم رساله هتقولي لهم ايه؟ طبعا اول حاجه انا المفروض اقولها، اول ما تثقوا الا بالله، انتوا لازم دايما تثقوا في الله وتثقوا في انفسكم، وان انتوا دايما تبقوا عندكم شجاعه كافيه ان انتوا تخشوا المسابقات اللي زي دي. في ناس بيفهموا الثقه بالنفس غلط. هو الثقه بالنفس ان انت تعرف مواهبك ايه وتبدا تعمل عليها، وان انت ما تحسش لما تبقى حاسس بخوف او بارتباك ان انت لازم تقضي على الخوف ده بالسعاده وبثقتك بنفسك وبحبك للقراءه. انت داخل عارف ان انت عملت اللي عليك، فزت او ما فزتش سواء كده او كده، انت داخل عارف ان انت هتجيب الاول، وقدام نفسك انت جايب الاول لان انت عملت اللي عليك واجتهدت وذاكرت وقرات وتعمقت. انا بشكرك جدا يا جانا، واكيد رسالتك هتكون يعني وصلت لكل اللي بيتابعك. وكمان احنا عايزين نقول لاعزائنا المشاهدين ان في كتير من جانا، لكن هي محتاجه زي انا، واكيد رسالتك هتكون يعني وصلت لكل اللي بيتابعك. وكمان احنا عايزين نقول لاعزائنا المشاهدين ان في كتير من جانا، لكن هي محتاجه زي ما جانا قالت قليل من الثقه بالنفس، وانك تبقى فاهم الثقه بالنفس صح. وطبعا دور الاسره، يعني احنا ورا الطالبه جانا في كتيبه من البشر اللي قدروا يدعموها وقدروا يوصلوها للي هي وصلت ليه. جانا كان بابا وماما اللي بيدعموكي، ولا ماما اكتر ولا بابا اكتر؟ كلمينا مين فيهم كان بيدعمك اكتر. طبعا الاثنين كانوا بيدعموني، بس بابا اكتر شويه. بابا هو اللي كان بيشتري الكتب بقى. ايوه، وكمان كنت بسال كتب كتير من المكتبه. بس بابا كان دايما انه يعني هي ماما تقول لي انت لازم عندك ثقه بنفسك، يعني انت عندك شجاعه تعرفني معلومات جديده، تعرفني معلومات عامه مثلا. لكن بابا كان دايما يراجع معايا كتب مثلا يقول لي ايوه برافو انت قراتي الكتاب ده، طب انت ايه اللي عجبك في الكتاب ده؟ كان بيفضل يجيبها لي بطريقه غير مباشره عشان اقدر ان انا اتفاهم معاه، بحيث ان انا لو دخلت نقاش مع موجهين تانيين اقدر اتفاهم معاهم. يعني هو عمل ورشه عمل بينه وبينك كده. أيوة. على المناقشات. ايوه. يعني احنا بهذه الرساله هنختم لقائنا مع الطالبه جانا. يمكن احنا اخترنا الرساله دي اللي نختم بيها على وجه الخصوص، لان دي رساله لكل اولياء الامور،
قدامك فرصة كبيرة جدا انك تستثمر في ابنائك، وده هيكون خير استثمار لو حضرتك كنت حابب. انا بشكرك جدا يا جانا، وبالتوفيق ليك ان شاء الله، وقريب نسجل معاكي بعد ما تخلصي المسابقة وتكوني فيها في المركز الاول ان شاء الله. احنا بنشكركم جدا، واللي هنا بينتهي لقاءنا. هيكون لينا لقاءات كتير مع نماذج ايجابية اكتر داخل محافظة دمياط زي ما احنا معودينكم بالظبط. اشكركم والسلام عليكم. انا واكيد رسالتك هتكون يعني وصلت لكل اللي بيتابعك، وكمان احنا عايزين نقول لاعزائنا المشاهدين ان في كتير من جنى، لكن هي محتاجة زي ما جنى قالت قليل من الثقة بالنفس، وانك تبقى فاهم الثقة بالنفس صح. وطبعا دور الاسرة، يعني احنا ورا الطالبة جنى في كتيبة من البشر اللي قدروا يدعموها وقدروا يوصلوها للي هي وصلت ليه. جنى كان بابا وماما اللي بيدعموكي، ولا ماما اكتر ولا بابا اكتر؟ كلمينا مين فيهم كان بيدعمك اكتر؟ طبعا الاثنين كانوا بيدعموني، بس بابا اكتر شويه. بابا ايوه هو اللي كان بيشتري الكتب بقى. ايوه، وكمان كنت بسال كتب كتير من المكتبه. بس بابا كان دايما انه يعني هي ماما تقول لي انت لازم يبقى عندك ثقه بنفسك، يعني انت يبقى عندك شجاعه تعرفني معلومات جديده، تعرفني معلومات عامه مثلا. لكن بابا كان دايما يراجع معايا كتب مثلا يقول لي ايوه برافو انت قراتي الكتاب ده، طب انت ايه اللي عجبك في الكتاب ده؟ كان بيفضل يجيبها لي بطريقه غير مباشره عشان اقدر ان انا اتفاهم معاه، بحيث ان انا لو دخلت نقاش مع موجهين تانيين اقدر اتفاهم معاهم. يعني هو عمل ورشه عمل بينه وبينك كده. أيوة. على المناقشات. ايوه. يعني احنا بهذه الرساله هنختم لقائنا مع الطالبه جنى. يمكن احنا اخترنا الرساله دي اللي نختم بيها على وجه الخصوص لان دي رساله لكل اولياء الامور. قدامك فرصة كبيرة جدا انك تستثمر في ابنائك، وهذا هيكون خير استثمار لو حضرتك كنت حابب. انا بشكرك جدا يا جانا، وبالتوفيق ليك ان شاء الله، وقريب نسجل معاكي بعد ما تخلصي المسابقة وتكوني فيها في المركز الاول ان شاء الله. احنا بنشكركم جدا، واللي هنا بينتهي لقاءنا. هيكون لينا لقاءات كتير مع نماذج ايجابية اكتر داخل محافظة دمياط زي ما احنا معودينكم بالظبط. اشكركم والسلام عليكم.